السؤال بيقول رجاء محبة أن يكون هناك شغل للوقت السابق لبداية المحاضرة عوضا عن الحديث التي لا تبني. طب ياريت ناس يكونوا مسؤولين على كده. ممكن الخورس، لكن عيب الأخوة الشمامسة والمعلمين ان واحد يطلع بلحن منفرد يبقى هو لوحده والباقيين برضه يقعدوا يتكلموا مش مستفيدين. فالشغل الوقت يجب ان الواحد يقول مثلا ترتيل او لحن يشترك فيها الكل، يبقى الكل متجاوبين. ونجاح الترتيلة بان الكل مشترك فيه، غير الترتيل اللي احنا زينا بتاع النهارده دي، مش معقول الكل هيشتركوا في الحصن. دي من السكرتاري بيقول الثلاثاء المقبل والذي اليه لا توجد محاضرات بسبب حفلتي رمضان. هو 4/11 يوم 4 حفلة وزارة الأوقاف، ويوم الثلاثاء 11 حفلة الكاتدرائية. طب نشوف إذا كنا نقدر نغيرها في يوم تاني نبقى نعلن لكم على كده. ويوم الاثنين 3/11 حفل مجلس الدولة. الاثنين والثلاثة مشغولين. الأسبوع اللي بعديه 12 في هذا. بجد لا، ما ممكن نخلي عندنا اجتماع يوم 12 لان كنا نسيب اسبوعين ورا بعض. نعم اتفضل يا بنت الله. نعم يقول لي كل شيء مستطاع للمؤمن. سؤال: ماذا عن موقف المرأة من أجساد القديسين وزيت الإنديل وماء اللقان وأكل أرمان الحمل أثناء العادة الشهرية؟ هو طبعا على حسب النظام الكنسي المرأة في فترة حيضها أو نفاسها ما بتخشش جوه الكنيسة لحد أجساد القديسين، يعني طبيعي ما بتروحش. وزيت الأنديل إذا كانت مريضة ممكن يتنوها بزيت الأنديل، ما فيش مانع. وماء اللقان ده، اللقان ده في أعياد سواء عيد الرسل او خميس الاحد او غيره، لو رشوها بمية اللقان توقف الدم اللي عندها. هي المسألة عايزة من النساء شيء من التواضع، يعني شيء من التواضع. هو بيقول المعمودية والتقديس باسم المسيح. هل المعمودية والتقديس باسم المسيح منعت ان الرجل بعرق جبينه ياكل خبزه والمرأة بالوجع ثلاث اولاد؟ الحكم بتاع زمان ده عشان يفكرنا بالخطية الاصلية. وبعدين صاحبة السؤال بتقول اعرف كهنة تعطي الحل بكل ذلك، بل اكثر تعطي الحل بالتناول. لا حل لكاهن ان يعطي الحل في هذه الامور. يا ريت الكهنه اللي هنا يعرفوها ويقولوها للباقيين. شوفوا دي بتفكرني بحاجه اقول لكم عليها. مره من المرات جاني واحد عايز يتجوز للمره الثانيه بطريقه لا توافق عليها لا الكتاب المقدس ولا القوانين. قلت له يا ابني مش معقول وضعك الليجل، ما مش مظبوط.
قال لي يا سيدنا انتوا في ايديكم الحل والربط، والكتاب بيقول ما حللتموه على الارض يكون خمسة. قلت له شوف يا ابني، نحن ليس لنا سلطان حل خارج تعليم الكتاب او خارج قوانين الكنيسة. نحن نعرف نفسنا كويس ونعرف سلطاننا وحدوده، لكن لنا السلطان الحل، يعني نكسر وصايا ربنا ونقول عندنا السلطان الحل. اذا كنت انا بقول كده، اذا الاباء الكهنة ايضا يتواضعوا ولا يعطوا الحل بعكس قوانين الكنيسة وبعكس التقليد السائد وبعكس تعليم الانجيل. فكروني في اجتماعات الاباء الكهنة اقول لهم الحاجات دي غير قانونية. واحد بيقول انا مقتنع بعدم تناول المرأة النازفة، ولكن لماذا تمنع من دخول الكنيسة؟ فهذا ليس خطية مثل ما يحدث مع الرجل في الامور الجنسية. انا قلت لكم الرجل اللي ملوث بامور جنسية ما يخشش الكنيسة، وزي ما قلت لكم لابد يكون طاهرا جسدا وروحا، الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض، لكن يكون سالك في ممارسة جنسية وجاي زي ما هو كده ويخش ويتنم، كلام مش مظبوط. بيقول حيث انه شيء طبيعي يحدث بدون إثارة او شهوة. في نوعين من المني الذي يسكبه الرجل، اما بشهوة او بخطية او بممارسة جنسية او باحلام خاطئة او اشياء زايد عنه بتخرج بدون مناسبة. برضو في كل هذا لا يتناول الا لو اغتسل. ده الكتاب بيقول يكون نجسا الى الغروب، كنا ان احنا نبحبح لنفسنا. صدقوني لو سلكنا في هذا التساهل لأصبح الاحتراس للتناول مش موجود. قليل من الماء يطهر. الكنائس الغربية بدأت تتساهل مع الشعب لغاية لما فقدت الحرص، وفقدت أيضا التقاليد القديمة. ونبص نلاقيه ما هو عند الكاثوليك بيروحوا يتناولوه مجرد صيام ساعة واحدة، وإن كلمتهم يقولوا إحنا في عصر التكنولوجيا والمجهود الذي يبذله الناس، والناس مش تملوش الصوم زي زمان كنا ندلعهم. احنا ما بندلعش حد، نحب نكون شداد عشان اولادنا وبناتنا يطلعوا شداد. والوقت الذي كانت فيه الكنيسة شديدة في تعاليمها وفي منعها للاخطاء، كانت الكنيسة في حالة قداسة اكتر مما تساهلت ومنحت واعطت وقالوا مساكين وذنبهم ايه ومعلش وعشان خاطر ربنا ربنا ما تفلش علينا. انا لو جت امرأة حائض وقعدت تبكي قصادي ثلاث ايام كل حد وقف
اقول لها معلش يعفيني مش من سلطتي ولا من اختصاصي. اما القسيس اللي بيدعي لنفسه السلطه والاختصاص فده يحتاج لعقوبه عشان يتعلم انه ما يعملهاش تاني.